لا مش شبكة، الشبكة أصلا في البداية بس، يعني حضرتك بعد ما تدخل الصوت خلاص كويس من البدايه بقى. اللي هو انا بغير زاويه النيشه، قلت بصيت النيشه واخده سنتين ما يشتري على الشكل المنطقي اللي ورا الاخيره، فمجرد الهواء هو اللي بيحركها، انا بغير زاويه النيشه بس. الاحتكاك بيقل لما بيبدا ياخد صوره تتوقف، الهواء اللي بيحركها. لو الهواء معدوم عمر ما النيشه هتتحرك، ما تقدرش تحركها. في بعض الاختبارات محتاج فيها سرعه دوران للنيشه ما بقدرش اعملها لان ما عنديش طاقه. يعني مش حاجه مثلا استغرب ان يلف في النيشه، الهواء اللي بيلف انا بغير بس زاويتها حسب سرعه الهواء بتبدا تلف. دي كابلات الباور يعني اقدر اتحكم فيها، مش كل ما اقعد اتحكم في حاجه اطلع فوق ده اللي
ترانسفورمر دي زي ما لحظه الدخول على الشبكه كانت عاليه قوي ما كانش بيها شبكه ممكن تبقى سلك فبطل تاخد جزء من الكهرباء دي جزء دي دايره من فضه بوت ازاي عشان يبقى الدخول بتاع الشبكه ده الصوت حسب مبدا ايه في الجامد انت ايه في الجامد افصلها عن الدنيا وخلاص مش ممكن ما انت السلم لما مره مره يبقى معاك الميكانيكال بريك هو انا ممكن مش ممكن افصل اللي هو اللو سبيد عن عند الجنريتور ولا بين الجير بوكس والجنريتور لا طب انت بتستفيد ايه طب عندك لفت لو الحمل اقل مثلا هو اصل ده بقول لك الثلاث بتاعي عشان ابدا اخد في التربينه وبعدين ثاني او اركب ثاني الشركه اللي استخدمتها يعني هو الكابلنج اللي بيركب ده الريش الثابت صح؟ اه هو الريش الثابت انت لو في عضو بيقول له انا ثلاث بقى شغل تربينه او تشتغل ثاني على الشبكه بتغيير جزء ثلاث ايام او في عمليات في عمليات صيانه دوريه؟ اه في صيانه شهور ده مربوطه في سنه سنه يعني بيبقى في سنه كل شويه مع السنه الضريه دي مش حراريه 20 وفرقه كهربيه ثانويه 20 وفرقه كهربيه وتعليم وفرقه كهربيه بعد كده حتى مع عمر كل خمس سنين بقى في قطع ضريه في تدريب جيوب السيف اللي عندنا هنا عندنا ان انا مجرد ما بفتح اي بيت بس انا فتحت مشكلة فانا ما بفتحش حتى لما كده بيبقى يعمل معايا مكان تاني. ولا هم. نعمل فتح قبل البرنامج بعد كده يبدا يرفع الضغوط يقفل على الضغوط. تمام.